قرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كتاب شفاء السقم وفتح خزائن الكلم في معاني الحكم من سيدنا علي الشيخ علي باراس إلى أن قال رضي الله عنه: نفعنا الله به وبكم في الدارين آمين. أما بعد، فإني استخرت الله سبحانه بعد أن صدرت لي إشارة في طيها بشارة من صدري زمانه وقطب أوانه العارف بالله ذوقا وكشفا وتحقيقا وعلما، سيدي عمر بن عبد الرحمن بن عقيل بن سالم بن عبد الله بعلوي السقاف، أن أضع تعليقا لطيفا على كتاب الحكم للشيخ العارف بالله أحمد بن عبد الكريم بن عبد الرحمن بن عبد الله. في ذاك الزمان كان مشهورين فيه العقيل بن سالم والبكر بن سالم السقاف، بعدين حدثت الأسماء العطاس والشيخ أبو بكر بن عقيل وقفوا عنده، وكان مشهورين في ذلك الوقت بالسقاف بالنسبة لسيدنا عبد الرحمن السقاف. الشيخ العارف بالله أحمد بن عبد الكريم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عيسى بن الحسين بن عطاء الله الشاذلي الإسكندري، نفع الله به وبعلومه وأبان لنا من لوائح فهومه ما يكشف لنا ولكل مسترشد إلى طريقه من غرامض إشاراته ورموزه، ويفتح لنا ما تضمنه كلامه من الحقائق واللطائف والرقائق. فوجدت عند ذلك آثار الاستخارة وبركات قبول الإشارة، فقدمت معتمدا على ما ينقدح بنور الفهم، ولم أكن بعد قد وقفت لهذا الكتاب على شرح غير شرح محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن مالك بن إبراهيم بن عباد النفسي، فجعلت في بعض ما أضعه كلامه لأوائل كلامنا أسا، وقد كان كثيرا ما يعرض بواضحات النقول وجليات المعقول، وأنا منتظر ما يلقى ما يلقي في الفؤاد من لوائح وأنا منتظر ما يلقى في الفؤاد من لوائح الوداد، فيكون أخذه بلا تقليد وهو الذي نريد. فتكلمنا بحسب ما يظهر لنا من لوائحه، متيمنين ببركاته الشاملة، ومستنزلين المواهب والفتوح من سماء ساميات أسرارهم القدسية، ومتهدفين للطائف والمنوح بالانتماء إلى مذاهبهم، ومتمسكين بأديان طرائدهم، ومتعرضين لاستعطاف ألطاف مصونات حقائقهم، مع اعترافنا بالقصور عن شأوهم وعزيز منالهم، مستشفعين بهم إلى الله في أن ينيننا عزيز وصالهم، وطالبين من جدواهم كل منحة، ونستمطر التحقيق من سحب أقوالهم وشرائف أحوالهم، ونستنشق الأنفاس العلوية في كل نفحة، ونستهدف التوفيق في كل ما ينسب إلينا من قول وفعل ونية، ونسأل الله أن يجعلنا ممن سمع الخطاب فوعى وشهد التحقيق فدعا إلى الله على بصيرة وصفوي سريرة وحج ومحجة منيرة، ويوفقنا لحسن الاتباع ويجنبنا الزيغ والابتداع، وأن يجعلني مترجما عنهم لا متحكما بنفسي، وأن ينفعني والمسلمين بما أوردته في هذا الكتاب وغيره من كل فعل وخطاب، وأن يجعله لنا حجة يوم الحساب ومحجة إلى كشف الحجاب، وأن يجعلنا ناطقين بالصواب، وأن يجمعنا مع الأحباب مع النبيين وخواص المقربين من الأبطار والأئمة والأوتاد والبجلاء والأنجاب، وما شايخنا في الدين ومن والانا فيك وإلينا ومن والايناه والقرابات والأطهار والأنساب، وأن يعم بنفعه كل طالب منيب أواب، ولي في ذلك كل الوجود مشير إن رأيت إلى نحو الأحبة دونك هذا الخيم، واسمع خطاب نداء الحق المبين، ولا يدخلك ريب بما في مجمع الكلم، ففي الصدور سطور نور منه على صفائح النفس أسرار من القدم، إن بدا ذاك نار الكون فلا غير يرى غير عزه عزة أمم. وكان هذا أوان ابتدائنا في شرح كلام المؤلف رضي الله عنه، مستعينا بالله ومتوكلا عليه، مستندا في أموري إليه،
ومن وجد في كتابي هذا لفظا أو معنى مخالفا لما عليه أهل السنة والجماعة فأنا بريء من ذلك المقال، وهذا أسد المقال. وإذ قال المؤلف رضي الله عنه: من علامات الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. ما شاء الله، هذه في مقدمة الكتاب. أخبر الشيخ عليه رحمة الله أنه انتهض لوضع هذا الشرح على هذه الحكم التي أجرها الله على قلب ولسان ابن عطاء الله السكندري عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، بعد إشارة صدرت له من شيخه العارف المكين الإمام عمر بن عبد الرحمن العطاس عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وإن وجد ببركة الإشارة وأثر الاستخارة آثارا كبيرة فيما قام به من الشرح، ولم يكن اطلع على شيء من شروح هذه الحكم إلا شرح الشيخ بن عباد عليه رحمة الله تعالى النفزي الذي من جهة المغرب من البربر، فشرح تلك الحكم واشتهر شرحه في كثير من الأماكن. تلك الحكم كتبت وتلك الشروح، وهذا الشرح لهذا الشيخ الذي ذكر أنه يستجلي فيه ما يوصله الرحمن إلى القلب من العلم لمن تأهل، ممن علم فعمل واتصل وبالكلية أقبل فقبل. واتقوا الله ويعلمكم الله، ومن علم بما ومن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. وفي طيات كلام إشارات عجيبة بديعة من العلم اللدني والوهب الرباني. كتب هذا الشرح الكتاب في تلك الفترة والزمن قبل ما يقرب من 300 سنة زيادة، وما وصلوا إلى مطبعة ولا إلى دار نشر ولا أعطى أحد يصلح له دعاية. مر 300 سنة يطبع يجدد يقرأ في الدورة وفي محلات كثيرة ويسمعه الناس في الشرق والغرب. إيش هذا؟ فين وسائل الإعلام حقهم؟ وين الدعايات اللي معهم؟ أخلصوا له صدقوا معهم فأبقى آثار. وإذا بعد مرور السنين تتجدد ويتجدد النفع بها ويتجدد أثرها في الأمة وحياة للإيمان واليقين والرابطة بالحق ورسوله من جديد تتجدد في الناس، إيش هذا؟ نتيجة من قصدوه، من قصدوا وجهه، من أرادوه وحده جل جلاله، نتيجة الإخلاص له. فبارك في أعمالي منه: إذا أطاعني عبدي رضيت عنه، إذا رضيت عنه باركت فيه وفي أثره، وليس لبركتي من نهاية. ولو واحد تكلم في زمن شغالي قال: شوف هذا الكتاب يجتمعون عليه عدد من أقطار الأرض بيقرون وبينقلون وينقل في وقت قراءته مباشرة عبر وسائل في شرق الأرض وغربها. يقول: إيه بعقلك أنت بعيش الكلام هذا، ما بيصدق، لكنه عند الله يسير والله على ذلك قدير. فيفوز المخلصين لوجه الله الصادقين مع الله. فابتدى في شيخ مع ذلك يقول: من وجد في كتاب هذا لفظا ومعنى مخالفا لما عليه السنة والجماعة أنا بريء من ذلك المقال. وكلهم على قدم الاتباع والامتثال، ما عندهم ابتداع ولا زيغ ولا ضلال، وعلى قدم الخضوع والخشوع، بلا دعاوي ولا بلاوي ولا ترفع ولا تنطع. فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعدوا، ولغير الله ما قصدوا، ومع القرآن في قرني. يقول: هذا أسد المقال. كلام المؤلف يشير إلى أول حكمة من حكم الشيخ ابن عطاء الله تلميذ الإمام أبو العباس المرسي، وهو تلميذ الإمام أبو الحسن الشاذلي، هو تلميذ الإمام عبد السلام بن مشيش
وهكذا سندهم إلى زين الوجود محمد صلى الله عليه وسلم. يقول من علامات الاعتماد على العمل، وأن الله ندبك للعمل، فرض علينا أعمال وأحب منا أعمال، فعلينا أن نصدق فيها وفي إقامتها وفي الإخلاص فيها وفي إتقانها وإحسانها، ثم لا نعتمد عليها من حيث هي عمل لنا قط قط قط، ونسأل الذي وفقنا لها وأعطانا إياها أن يقبلها عنده، وأن يصلح ما فيها من خطأ وزلل، وأن يرحمنا بفضله. فمن لا يعمل فذاك مدبر، ومن عمل فاعتمد على العمل فذاك متكبر، يريد أن يجعل له مع الله حق وأن يفرض على الله أمر من عمله. ومن عمل لوجه الله ولم يعتمد إلا على الله فهذا المؤمن الصادق، هذا المؤمن المخلص. يقول لا تعتمد على العمل، كان سيدنا عبد القادر الجيلاني عليه رحمة الله يخاطب الأعمال الصالحة، وقد قام فيها بمجاهدات عظيمة ونشتشرت على أيديه أعمال صالحة في البرية، يقول للأعمال الصالحة بك لا نصل ولا بد منك، ما نتخلى عنك، ولكن ليس الوصول بك، إنما هو إقامة عبوديتنا له وهو يوصلنا بفضله، بك لا نصل ولا بد منك. فيقول إيش علامة أنك معتمد على العمل؟ أن يتكون عندك رجاء، تظن في الله وإذا به في نفسك وفي عملك. كيف؟ يقول عندك رجاء أن يحصل لك كذا من الخير وأن يحبك الله، فلما ينقص عندك العمل أو تقع في الزلل يروح الرجاء. أنت ترجو من أول؟ ترجو العمل ولا ترجو المعمول له؟ فإذا نقص الرجاء دل على أن في باطنك اعتماد على العمل، فنزه باطنك عن ذلك، اعمل واجتهد ولكن اعتمد عليه هو. اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم من قال هذه علامة كافية ودلالة وافية، وهذه أحد علامات الاعتماد على العمل، وله علامات ودلالات يطول تعدادها، ومن جملتها الإدلال وازدراء من لم يعمل بمثله إلى غير ذلك. لا إله إلا الله. فإذا كان يدل بعمله ويرى أن له فضلا بسبب عمله فهو معتمد على العمل، وإذا كان ينتقص ويحتقر من لم يعمل بمثل عمله فذلك دليل الاعتماد على العمل. قال بعض الأكابر من العارفين الأوائل في القرون الأولى مشوا في رحلة، كانوا ثلاثة من أكابر علماء الأمة وأولياها، معهم واحد صاحبهم في الطريق، كانوا يقومون عامة الليل، وكان رفيقهم ينام عامة الليل يقوم قليل، فكيف كان حالهم؟ قالوا كنا نراه أفضلنا، الثلاثة الكبار ذو الأولياء قالوا نرى هذا اللي ينام كثير، قالوا كنا نراه أفضلنا، ما يعتمدون على العمل، ويرون فالرجل سريرة بينه وبين الله ولعله له المنزل. لا إله إلا الله. الإدلال وإزدراء من لم يعمل بمثله، هذا علامات الاعتماد على العمل. آه. والفرق بين من يعتمد على الله دون علمه وعمله أنه لو بات قائما وغيره نائما إلى الصباح لم يرى نفسه عليه بمزية. لا إله إلا الله. هذا فارق بين من يعتمد على الله ومن يعتمد على علمه وعمله. الذي يعتمد على الله وبات طول ليلته قائم وثاني نائم إلى الصباح يصبح لم يرى في نفسه مزية عليه ولا أفضلية عليه، هذا صادق يعتمد على الله تعالى. إذا رأى نفسه أحسن منه فوق يا معتمد على العمال، إلى أين يصل بك العمال؟ ولو نقشت فيه لظهر فيه الخلل ولا أوجب عليك وبالا. لا إله إلا الله. فما معنى إلا أن يتقبل بفضله جل جلاله وتعالى في علاه. نقرأ.
وهي للواقف على عمله وعلمه وجميع ما منه دون الاعتماد على الله، علامات حجابه ووقوفه دون محض العبودية على مقتضى طبعه وطلب حظه من نيل ثواب والهرب من العذاب، وهذه العلل تناقض العبودية. وأما العارفون والسادات المقربون قصروا نظرهم وعكفوا بهم، معنى حصروه، حصروه ووحدوه، وعكفوا بهمامهم على امتثال أمر سيدهم دون حظ عاجل أو جزاء آجل، فهم على الله ذاتا وصفات وأفعالا، وفي جميع حركاتهم كائنة ما كانت. فإن كان ما يصدر منهم من قبيل الموافقات استغرقهم جماله وحسن أفعاله، ومع ذلك تصحبهم هيبة سطوات جلاله، لأنه حيث ظهر وصف الجمال فالجلال باطن، وحيث ظهر سلطان الجلال فالجمال باطن. لذلك لا ينفك خوف العارف من رجائه، وإن ظهرت منه صورة زلة أو مخالفة هذبهم سلطان جلاله، فأورث لهم حالات ثنية ومقامات عالية كالحياء والرهبة والالتجاء والخشية والانطواء تحت سلطان الرهبوت. وإن أقامهم في تجلي جماله أثرهم شراب جماله، وأذهلهم لذيذ وصاله، وأدهشهم كماله، فانبعثت منهم القوى الباطنة والحركات الظاهرة بمقتضى شكر من خالص ذكر وصافي فكر، فهم بين روح مشاهدة الجمال وتهذيب الجلال. وحيث سمعت بزلة أو هفوة صدرت في عبارة، فاعلم أن الزلات العارفين وهفواتهم غالبا في الرخص والمباحات وعلى الندور تكون في كبيرة، وحيث كانت فهم يطالعون سابق العلم على علم منهم قبل وقوعها على يدهم أنها ستكون ولا بد، إما بأن يشهد ذلك في أم الكتاب مسطرا أو يحدث به بلا امتراء، ولكن الله يقرن لهم البشرى بقبول توبتهم وغفران ذنوبهم. فلذلك حج آدم موسى كما ورد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن ذلك لذابت أرواحهم وتلاشت أشباحهم حياء وتعظيما. وحال وقوعهم فيها وصدورها عنهم يحجبون عن شهود العلم، وإلا لم يتمكنوا من فعلها ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فمراتبهم تعطيهم التعظيم والإجلال كما يكون لغيره من الخوف والإذلال، خارجين عن كونهم بأنفسهم قائمين وعن حولهم وقوتهم متبرئين في جميع ما يصدر منهم أو عنهم، وكيف يشهدون ذواتهم وصفاتهم فضلا عن أفعالهم، وهم متلاشون بين مشرقات جماله ومضمحلون تحت محرقات جلاله. فإن أشهدهم ذاته غيبهم عن ذواتهم، فيكون مقامهم الهيبة والأنس، وإن أشهدهم صفاته أخذهم عن صفاته، وإن أشهدهم صفاته أخذهم عن صفاتهم، فحالهم القبض والبسط، وإن أوقفهم تحت أحكام أسمائه قاموا بحكم الخوف والرجاء. هذه مقامات الرجال والسادات الأبدال. وأما عامة الخلق فواقفون في مضيق الحجاب عندما يتوهمون صدوره عنهم أو كونه منهم من طاعة أو عصيان أو عطاء أو حرمان، فلا يفارقون الشك إما الخفي أو الجلي. فإذا نظروا إلى ما يبرز منهم في صورة طاعة عدوه أرجاء بضاعتهم وعمدة نفاعتهم، وغابوا عن معونة الله لهم وسابق هدايتهم لهم وعظيم منته عليهم، وأجلها إيجادهم بعد أن لم يكونوا، وتوالي إمداده وإرسال أنبيائه وإنزال كتبه وبسط أرضه ورفع سماواته وتسهير موجوداته، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن جملتها طاعتهم المنسوبة إليهم مجازا، وإن وقعت منهم زلة وحصلت منهم هفوة سلبتهم ما كان عندهم من الرجاء لشهودهم صدورها عنهم واستنادهم إلى حولهم وقوتهم، فرؤيتهم حولهم وقوتهم في إيجاد شيء أي شيء أشد من معصيتهم، والحزن المطلوب للعباد لا لكونهم لهم فيها حقيقة
في لم لا يلا لكونهم لهم فيها حقيقة الإيجاد والاختراع، ولكن لكونها برزت على أيديهم فهي من نوازل البلاء وسواطئ القضاء. الله أكبر. يقول الواقف على عمله وعلمه وجمع ما منه دون الاعتماد على الله علامة أنه محجوب وواقف دون تحقيق العبودية للحق المعبود جل جلاله وتعالى في علا. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا ينصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. إذا أردت بعبادك فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين. وكان هذا من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد الصلوات بتعليم الله تبارك وتعالى له في رؤيا من رآه والوحي إليه صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. لا يزال الأمر قائم في طلب مرضات الله وتحقيق الإيمان بالله وطلب التحقق بالعبودية وشهود عظمة الربوبية. الأمر قائم على امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ولكن ذلك بالنسبة للمبتدئين مشوب برؤية أنفسهم وبدعاوي حولهم وقوتهم، وبذلك يكون في أعمالهم نقص، وهم الذين يتأثرون بهذه التأثيرات السلبية من رؤية أنفسهم على الغير، من انتقاص من لم يعمل بمثل عملهم، من نقص الرجاء عند وجود الزلل منهم وما إلى ذلك. ومن صدقوا وأخلصوا في العبودية وطهروا من رق السواء لا تنتابهم هذه الأحوال والشؤون لثبات شهودهم هم في امتثالهم الأمر واجتنابهم النهي، يشهدون الآمر الناهي الموفق جل جلاله، فلا ينتابهم أمثال هذه الأوهام والخيرات التي تنتاب عامة المسلمين وعامة المؤمنين. يقول العارفون السادة الغرر المقربون لصدقهم في معرفة الحق تبارك وتعالى فلا يرون لأنفسهم استحقاقا لثواب على الأعمال، ولا يعملونها لمجرد الهرب من العذاب، ولكن أيقنوا أنه الحق الذي يجب أن يطاع، ولا حق لعبد أن يعصيه بأي حال من الأحوال، فخضعوا وانقادوا تعظيما له جل جلاله. قصروا نظرهم حصروه وعكفوا بهممهم على امتثال أمر سيدهم، لأنه السيد الذي يجب أن يطاع لا لأجل حظ عاجل أو جزاء آجل. وفي العاجل وفي الآجل وثقوا به وفوضوا إليه واعتمدوا عليه وطلبوا وسألوا وتضرعوا عبودية وأدبا، لا بشهود استحقاق ولا علة في القيام بعبادة الخلاق. نيل ما يريدون ودفع ما يرغبون ليس علة في عبادتهم للحق، يعبدون الحق لأنه الحق، ويسألون منه كشف الرزايا والبلايا ودفع وإنالة الخيرات والبركات ووصول إليها، ولكن لا بأعمالهم، وليس ذلك إلا في عبادتهم له. أيوة، هو سيد يجب أن يمتثل أمره ويجتنب زجره وانتهت المسألة. وهل لمجاز العبدية عند العباد في ملك بعضهم لبعض، بل لمجرد الإجارة في مستاجر يستاجر العمل، هل إذا أمر
المستاجر أو المالك له بأمر يقول له مقابلش كم بتعطينا؟ إيش كم بتعطينا؟ أنت قاعد هنا مستاجر مشان تنفذ هذه الأوامر تعطيك إيش؟ أنت المستاجر أنت. والثاني مملوك لي عبدي تقول لي كم بتعطينا؟ في لك حق، وهذا كلها عبدية مجازية وملك مجازي، لكن أنت أمام ملك حق ومالك حق وأنت عبد حق، بعدين تقول ليش تعطينا على هذه الأساس؟ أنت عبد وتمتثل أمره كما أمرك وانتهت المسألة؟ شرفك وعزك أن تمتثل أمره، ضجتني بنهي. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان واليقين. قال فهم مع الله بذواتهم وصفاتهم وأفعالهم لله في جميع حركاتهم وسكناتهم كائنة ما كانت. فإن صدر منهم التوفيق الله للخير والموافقة للشريعة رأوا إفضاله وجماله وحسن أفعاله بهم، حسن صنيعه وتوفيقه و عاشت أرواحهم عيشة عجيبة في هذه المطالعة للجمال الأسنى، ومع ذلك وفرحهم بطاعته قل بفضله وبرحمته فبذلك فل يفرحوا، فرحهم بتوفيق الله وبطاعته والقيام بامتثال أوامر التنوين ينازل قلوبهم خطوة من سطوات الجلال، يخافون أن يستبدل بهم غير، مع أن يبدل حالهم، مع أن يخذلهم. فهم يطالعون الجمال والجلال ليتهيئوا في مراتب الكمال. ها يقول إذا كان صدرت منهم الطاعات والخيرات استغرقهم جماله وحسن أفعاله وعجيب توفيقه، مع ذلك تصحبهم هيبة سطوة جلاله، لأنه حيث ظهر الجمال قال فالجلال باطل، وحيث ظهر سلطان الجلال مكانهم يشهدون أنه يعفو ويغفر ويتجاوز ولا يصعب عليه شيء، فالجمال باطل. لا ينفك خوف العارف من رجائه، وإن غلب الرجاء فالخوف باطن، وإن غلب الخوف فالرجاء باطن، وكلهما موجود لأن وصف المعبود يقتضي ذلك، ووصفه ما ينفك ولا يبطل ولا ينقص لا في حالة طاعتك ولا في حالة معصيتك، بس هو وصفه هو هو. الله أكبر. وإذا ظهرت صورة زلة أو مخالفة قال هدبهم أدب سلطان جلال، أورث لهم حالات سنية من الحياة والرهبة ومقامات عالية والتجاء إليه وخشى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من خاسرين. والانطواء تحت سلطان الرهبوت أي الهيبة والخوف من صاحب البطش والانتقام الذي لا يطاق انتقامه، إن الله عزيز الانتقام. وحين يقيمهم في تجلي جماله يذهلون عن الأشياء بشراب هذا الجمال ولذيذ هذا الوصال، فتصيبهم الدهشة، دهشة كمال مولاهم جل جلاله، تنبعث منهم القوى الباطنة والحركات الظاهرة بمقتضى الشكر، أفلا أكون عبدا من خالص ذكر وصافي فكر. فحياتهم ومعيشتهم في الدنيا بين روح مشاهدة الجمال وتهذيب الجلال، يتروحون ويستلذون بمشاهدة جمال ربهم وإنعامه وإفضاله ولطفه وتوفيقه وما جاء لرحمته وإحسانه وعظيم امتنانه، ويخافون سطوته وانتقامه. قال سبحانه وتعالى إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، أنبياء وكانوا لنا خاشعين. أمن هو قانت أنا لي سيدا وقائما يرجو يحضر الآخرة ويرجو يحضر ويرجو مرة، لأن المعبود واحد هو يحق أن يهاب ويحق أن يرجى هو نفسه بصفاته، فما شيء حالة من الحالات يسقط شيء من أوصافه حتى لا تهابه، ولا شيء من الحالات يسقط شيء من أوصافه حتى لا ترجوه.
أوصافه ثابتة دائما بديمومية، فلابد ترجوه ولابد تخافه في كل وقت. قال سبحانه عن ملائكة المعصومين في السماوات: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول هم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن رضى وهم من خشيته مشفقون. من عرف الله ما يقدر ما يرجوه، من عرف الله ما يقدر ما يخافه. إن عرفته ما تقدر لا تخافه وما تقدر لا ترجوه. إذا عرفته، إذا عرفته منه كيف ما ترجوه، كيف ما تخافه؟ وترجوه من إذا ما رجوته؟ وتخاف من أي شيء؟ والكل شيء بيده سبحانه وتعالى. رزقنا اللهم رجاء العارفين وخشة العارفين. قال: وإن أقامهم بذكر جماله أسكرهم شراب جماله وأدهلهم لذيذ وصاله وأدهشهم كماله فانبعثت منهم القوى الباطنة والحركات الظاهرة بمقتضى الشكر من خالص ذكر وصافي فكر، فوقفوا في محراب التبعية لإمامهم القائل: أفلا أكون عبدا شكورا. فطول حياتهم بين روح مشاهدة الجمال وتهذيب الجلال. قال: وإذا سمعت بزلة أو خوف صدرت في عبارة أحد منهم فاعلم أن زلات العارفين وفاتهم غالبا في الرخص والمباحات وعلى الندور تكون في كبيرة، حيث كانت هم يطالعون سابق العلم على علم منهم قبل وقوع على أيديهم أنها ستكون ولا بد، كما قال لهم صلى الله عليه وسلم فيما حذر من المنكرات، وأن حظ العين من الزنا النظر، وحظ اليد اللمس، وحظ اللسان الكلام، وما إلى ذلك، وكل كتب عليه حظه فهو مدركه لا محالة. وذكر فعل الكبيرة أنه يصدق ذلك ويكذبه محذرا. فهذه المطالعة عندهم لما أخبر صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، ويعلمون أن ما كتب عليهم لابد أن يكتب، ولكن ما كتب على من يحبهم يكون مقرونا بكتابة توبتهم وإنابتهم ولجوئهم إليه وعفو عنهم وتجاوزه لهم سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم في المحبوبين من سادتنا أهل بدر: إن الله ما يدرك إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرته، يعني لا تخذلون إلى معصية، فإن قضي عليكم شيء كان مقرونا بصدق التوبة والأوبة والرجوع إلى الله جل جلاله وتعالى في علاه، كما حصل لحاطب بن أبي بلتعة. كتب الكتاب ولكن قال لما فعله ارتدادا عن الدين ولا شكم، ولكن بدوافع كذا وكذا ونتائج إلى الله، قال صدق صلى الله عليه وسلم. أيوة. ولكن الله يقرن لهم البشرى بقبول توبتهم وغفران ذنوبهم، فلذلك حج آدم وموسى كما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين، ويقول سيدنا موسى لآدم عليه السلام: أنت بأكلك من الشجرة أخرجتنا وأخرجت الذرية إلى الأرض، وإلا كان. قال: يا موسى أنت تقرأ في كتاب الله أنه قضى علي ذلك قبل أن يخلقني، قال: فكيف تلومني على قضاء قضى الله؟ قال: فحج آدم، فحج آدم موسى آدم، فحج آدم موسى اسمه من آدم موسى، فحج آدم موسى، كانت الحجة لآدم. أيوة. وعلمت ما قاله لما قال له الرب: ألم أنهكم عن تكم الشجر؟ أقول لهم ما قال كتبت ولا قدرت، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكن من الخاسرين. فهكذا هم يطلعون القضاء المبرم ثم يعلمون الواجب المحتم على كل عبد. ولكن إبليس الخبيث قال: أنا خير من خلقتني من خلقتهم من دين بما غويتني عنده، لا حول ولا قوة إلا بالله. فرق بين النظرين والأمرين، هذا الموفق وهذا المخذول. أيوة. بعدين يقول: ولو لم يكن ذلك من شهودهم سابق الأقدار لذابت أرواحهم متلاشية تشبه حياء وتعظيما. ولكن الحق بما سمعت من كلام آدم يخفف على أرواحهم المطلعة القريبة منه
بشواهد سوابق الأقدار حتى يسكنوا، وإلا بيتذعذبون لمعرفتهم بالله. لا إله إلا الله. قال في حال صدورها أن يحجبون عن شهود العلم فنسيها، قال الله في آدم فنسيها، ولم يجد له عزما، ما عزم على معصيتنا إلا نسيه، وإلا لم يتمكنوا من فعله ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فمراتبهم تعظيم التعظيم والإجلال، تعطيهم التعظيم والإجلال كما يكون لغيرهم من الخوف والإذلال، خارجين عن كونهم بأنفسهم قائمين وعن حولهم وقوتهم متبرئين في جميع ما يصدر منهم وعنهم، كيف يشهدون قل ذواتهم وصفاتهم فضلا عن أفعالهم، وهم متلاشون بين أمرين، مشرقات جماله ومحرقات جلاله. ها؟ بين مشرقات جماله، مضمحلون تحت محرقات جلاله. فإذا هم في حال جميل مع الله، ليس فيهم من يصر على معصية، ولا من يحتج على الله بقضاء وقدر، ولا من يؤخر التوبة، ولا من يجهل عبوديته وأن السلطان للحق القاهر جل جلاله. فحالهم غير أحوال عامة المؤمنين. فهؤلاء في حال أن يشهدهم ذاته غيبهم عن ذواتهم. قال سيدنا عمر بن الخطاب في بعض أحواله يدخل في الصلاة فيغيب، فاستأجروا من يقف عنده يقول له ركوع، يقول له اعتدال، يقول له سجود، إذا طال في ما نزله من الأحوال. لا إله إلا الله. إذا أشهدهم ذات غيبهم عن ذواتهم، من أشهدهم صفاته أخذهم عن صفاتهم، فيكون حالهم القبض والبسط. وإذا أوقفهم الحمد لله يرحمك الله، إذا أوقفهم تحت أحكام أسمائه قاموا بحكم الخوف والرجاء، فهذه مقامات الرجال. وسدت الدار بعده. فإذا فهمت ذلك تبين. قال يختلفون عن عامة الخلق. عامة الخلق في مضيق الحجاب جالسين شو يتوهمون صدور الأشياء عنهم والحول والقوة لهم، فعندهم الشرك الخفي نادر يتخلصون منه. الشرك الخفي غير الشرك الأكبر المخرج من الملة. ما يعتقدون أن الله شريك آخر، لكنهم يشركون أنفسهم وغيرهم، يظنون استقلال لأحد بفعل شيء، والحق يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فبسبب هذا الوهم ما يشاركهم ما يشفارقهم الشرك الخفي. فإذا عملوا طاعة أدوا أرجى بضاعته، وما كان الرجاء في الله إلا في الطاعة حقهم بالعبادة. طيب من كانت الطاعة سبب للرحمة، لكن الرجاء في الرحم نفسه أو في الطاعة. ويغيبون عن معونة الله لهم وسابق هداية لهم وعظيم منته عليهم، فكأن لهم المنة فتجيهم الشوائب. ومن منته عليهم إيجادهم بعد أن لم يكونوا، وتوالي إمداده وإرسال أنبيائه وإنزال كتبه. ينسون هذا كله كأنهم هم عرفوا، وكأنهم هم دروا وهم طاعوا. منين كنت عدم ورسل لك الرسول وأنزل لك كتاب ووفقك، بعدين تقول أنا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمن جملة النعمة طاعتهم المنسوبة إليهم مجازا، فهم يريدون نسبتها حقيقة إليهم، وذلك لا يصح. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وإن وقعت منهم زلة وحصلت أبوة بعدت ما عندهم من الرجاء كله، لأنه ما كان الرجاء في الله، كان في عملهم بطاعتهم. لشهودهم صدورها عنهم واستنادهم إلى حولهم وقوتهم، فلما رأوا حولهم وقوتهم في إيجاد الأشياء كان رؤيتهم لذلك أشد من نفس الطاعة معصية، أشد من نفس المعصية. هذه الرؤية يعني هذا الرؤية لهم وهم باطل ضال فيه شرك خفي، أشد من كثير من فعل المعصية نفسه. الله يخلصنا من ذلك.
اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. قال فما هو الحزن المطلوب للعبادة؟ للعباد إذا فعلوا السيئات أو فاتتهم الخيرات؟ قال هذا الحزن لا لكونهم لهم فيها حقيقة إيجاد واختراع، لكن لكونها تبرز على أيديهم، فهي من نوازل. إذا برزت على أيديهم المعاصي من نوازل البلاء وسطوات القضاء، فيعودون بالله تبارك وتعالى: أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من، وينتهون إلى شهود الذات: وأعوذ بك منك، سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت. اقرأ. فإذا فهمت ذلك تبين لك حالات العامة ومقامات الخاصة، ومن يؤتهم الحال من الفناء عن أفعالهم وأوصافهم وذواتهم، وحالات العامة وما تعطى من الحجاب، وما يقاسون من رؤية أنفسهم من النصب والعذاب، فالعذاب فرع عن ضرب الحجاب. قال الله جل ذكره: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالو الجحيم. والعارف إما متحقق متمكن، وإما مظلم متلون. فالمتمكن يؤتي كل ذي حق حقه، ويوفي كل مقام مستحقه. فما كونه فانيا عن أفعاله وأوصافه وذاته، فهو باك بربه، يأتمر لأمره وينتهي لنهيه، ويعرف حكمة الله في إثبات العبد مع الله، ما أن الله قال: ألا له الخلق والأمر، وقال في مقام آخر: لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. وهنا علوم تخرجنا عن شرح الكتاب، ولكن كن وقاية له فيما لا يليق إضافته إليه، وجه وقايتك فيما يحسن أن يضاف إليه من المحامد، وكل ما في إطلاقه ذم أو إشارة إلى ذم ولو من بعد الوجوه، فكن وقايته فيها، فما كان من المحمودات فإليه خلقا وإيجادا، وما كان في ذم أو يتوصل منه إلى ذم ولو من بعد الوجوه فإليك إضافة واستنادا، وما كان في من وجه مدح ومن وجه ذم، فوجه المدح إليه وجه الذم إليك، هذا مشهد الأدباء. وأما العامة فإنهم بالضد من ذلك، يضيفون ما كان ممدوها إليهم وما كان مذموما تبرؤوا منه وأضافوه إلى الله. فهذا بعض ما أبرزته إشارة الوقت، ووراء هذا علوم وأسرار لا يستنكشفها لغير أهلها. ولي في ذلك: فكن على كرم الرحمن معتمدا، لا تستند لا إلى علم ولا أمل، ففضل ربك لا تمنعه معصية، ولا يضاف إلى الأغراض والعلل. فنسأل الله هداية وتوفيقا وصوابا وتحقيقا. نسأل الله هداية وتوفيقا وصوابا وتحقيقا. اللي بعرف الفرق بين حالة العامة ومقامات الخاصة: لا إله إلا الله، فالحجاب مضروب على العامة، وحجبوا وحسبهم الحجاب عذاب، ما يقاسونه من رؤية أنفسهم، لأن العذاب فرع عن الحجاب. فكما استشهد بالآية الكريمة في عذاب أهل النار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ ثم إنهم لصالو الجحيم. هذا تصليتهم بالجحيم، تصلية الجحيم لهم، إنما نتيجة عن حجابهم عن الله، لما حجبوا عن الله صلوا الجحيم والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالحجاب عذاب، الله يكشف عنا الحجاب. يقول: والعارف ما بين متحقق متمكن ومستلم متلون. فالمتمكن يعطي كل ذي حقه في كل مقام مستحقة، فمع كونه فانيا عن أفعاله وصفه ذاته باق بربه جل جلاله، يأتمر وينتهي، يعرف حكمة الله في إثبات له الخلق والأمر. لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، والخلق والأمر لله، كما قال: قل كل من عند الله. فالخلق، وبعدين في الاكتساب: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة
من نفسك. لهذا يقول إذا تعرف الأدب مع الله اجعله وقايتك فيما يحسن أن يضاف إليه، فانسب إليه المحامد والخيرات كلها. قال صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، وكل ما فيه ذم من أي وجه فانسبه إليك. وهكذا. ولهذا يقول سيدنا الخضر عليه السلام في أدبه يكلم سيدنا موسى عن السفينة وعن الغلام وعن إقامة الجدار. لما كلموا عن السفينة قال: وكان أورام يخذوا قتل الأصبع. فكانت غمين فأما السفينة فكانت المساكين يعملون فأردت أن أعيبها. أردت لما أنه في عيب وكسر ما قال أراد الله، قال أردت هذا الخضر فأردت أن أعيبها. وكان وراهم ملك يأخذ السفينتين أصبا صالحة، فخليناها هكذا مشان ما يشل السفينة عليهم، فلهم يمشون بيترزقون الله، وإلا لو هي كاملة صالحة ما فيها هذا النقص بيشلها. للحكمة. بعدين الغلام، فكان أبوهم مؤمنين فخشينا أن يقوموا طغيانه، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا من زكاة، وهو يعطيهم واحد أحسن من هذا. وردنا نحن بالقتل. بعدين جاء عند إقامة الجدار، هذا صلاح خالص ماشي فيه أي عيب ولا نقص ولا ذم. قال: وأما الجدار فكان الغلمين يجتمعان في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالح ماشي، فأردت له هناك فأردت أن أعيبها، هنا فأراد ربك أن يبلغ أشده لأنه أمر خير وعماره كله، فنسبه إلى الله تبارك وتعالى. وهكذا المؤمن الصادق المخلص يعرف نسبة الشر إلى نفسه والخير إلى ربه جل جلاله. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. طيب، هل العامة بالضد؟ إذا شلحوا شيء خير مدحوا نفسهم وقالوا عمنا، وإذا شيء ذا يقولون قدر الله، ذا علينا قدر أن الله لا حول ولا قوة. يريدون ينسبوا الشر إلى مولاهم وينسبوا الخير إلى أنفسهم، عكسوا الأمر تماما، لا حول ولا قوة. فاجترؤوا على الله وأساءوا الأدب مع الله سبحانه وتعالى، ووضعوا الأشياء في غير موضعها. فالله يرزقنا الأدب ويرفعنا إلى علي الرتب، يجعلنا في هذه الأيام جودا ووهبا، فهو خير من وهب. اللهم هب لنا هباتك وأجزل لنا عطياتك، ورزقنا الأدب معك في جميع شؤوننا وأحوالنا، وشهود فضلك ومنتك علينا، ولا تكلنا بحقك عليك إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. انضمنا في سلك ويحملنا في فلك وتولانا به، يسيدنا في دربه يسقينا من شربه، يقينا في الأسوى والأدوى، في سر في النجوى، سر قلبه بنا يقرعينه بنا، يجعلنا من السائرين في سبيله وشاربين من سلسبيله، يحمينا به من شر الأنفس من سيئات الأعمال، يحمينا به من شر كل شر، من سجين الخلاق أجمعين، يجعلنا في الحصون الحصين الحروز المدينة، فرج كرب الأمة أكثر أمة، عامل المحجود والرحمة، أزول كمال الجمال عليه سبحانه والاستناد إليه سبحانه، توكل عليه سبحانه والتفويض إليه سبحانه، بلغنا فوق أمالنا من عطاياه العظيمة، من عجميش في مرضانا وعافي مبتلانا، كل أمانا في طاعته في عافية، بشر الفاتحة إلى حضرة. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.